ازيكم يا علوية، عاملين ايه؟ معاكم ابو علي في فيديو جديد. ياب، الفيديو ده جامد جدا لان الفيلم بتاعنا النهاردة وهو اخر طفل في العالم. ياب، اخر طفل في العالم مع الشبح الابيض، او اخر طفل في المدينة مع الشبح الابيض. فكلنا هنشوف مع بعض ايه اللي هيحصل في الفيلم الجامد ده. بس قبل اي حاجة انزل اعمل لايك للفيديو ده، وكمان تشتركوا في القناة لو انتوا لسه مش مشتركين. ويلا بينا نبدأ على طول. انا ايه اللي مطلعني بره؟ ما انا اقول المقدمة هنا جوه، انا خايف من الشبح الابيض. ويلا بينا يا علوية، اعملوا لايك للفيديو ولاتس جو. يا دي المنبه اللي صوته عالي ده، انا لازم اجيب منبه غيره لان ده صوته عالي. يا صباح الخير، انا لسه صاحي من النوم دلوقتي وبدينا اليوم الجديد. ياب، بس المدينه كالعاده مفيش اي حد ماشي في المدينه، حتى صاحب حركات شوفوا البيت بتاعه مفيش اي حد معدي ولا رايح، كله خايف. عارفين خايفين ليه؟ خايفين من الشبح الابيض. بس انا طبعا مش خايف. ليه بقى؟ لان ابو علي شجاع. ياب، انا شجاع ولا شبح ابيض ولا شبح برتقاني. خلينا ننزل بسرعه. الساعه كام؟ يا نهار ابيض، الساعه 10. انا عايز اتفرج على التلفزيون، الكرتون بتاعي هيجي دلوقتي، خليه يشغل التلفزيون بسرعه. ايه ده؟ انت مين يا عم انت؟ انا مش عايزك انت، خلينا نجيب قناه الكرتون بسرعه. ايه ده؟ ايه الخبر اللي على التلفزيون ده؟ اعزائي المشاهدين، صاحيين ولا نايمين؟ عايشين ولا ميتين؟ قاعدين ولا واقفين؟ انا جاي اقول لكم على خبر مهم جدا. حتى ما لحقتش اعمل الكفرتايه بتاعتي، ما لحقتش اربطها. الخبر ايه ده؟ هو الخبر كان ايه يا ابني بتاع الكاميرا؟ الخبر كان ايه يا ابني؟ ايه الشبح؟ شبح الابيض؟ ايوه اعزائي المشاهدين، زي ما قلت. إيه؟ الخبر ايه يا ابني؟ قول لي تاني كده. الشبح الابيض، ايوه اعزائي المشاهدين، الشبح الابيض بيقتل كل اطفال المدينه، ومش الاطفال بس، بيقتل اي حد بيشوفه. عشان كده انا بنوه عليكم، ممنوع 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 يخرجوا. فين يا ابني؟ فين؟ فيش. ايوه ممنوع تخرجوا في المدينه، انا قلت لكم. يلا سلام عليكم. هو ايه ده؟ ايه المذيع الاهبل ده؟ وايه الشبح الابيض اللي بيهدد المدينه كلها؟ انا مش خايف، انا مش خايف يا علويه، ولا شبح ابيض ولا بتاع، وهو اصلا بيموت الاطفال. وبعدين انا مش طفل، انا شجاع اساسا. الشبح ابيض قال انا على اخر الزمن اخاف من شبح ابيض. ياما، ايه ده؟ ايه الكوره دي؟ ياما، الكوره جت منين؟ انا سبت الكوره كده ليه على السلم؟ اديني خفت بسرعه بقى، خليني اروح اعدي على صاحب حركات. ياما انا خفت بجد. ايه ده؟ انا ما اتفقتش على كده، انا ما بخافش من الشبح، بس ما يعني الكوره خضتني. يا حركات حركات يا صاحبي، حركات. يا نهار ابيض على الفضيحه اللي انت فيها يا ابو علي، انا خفت من الكوره بطريقه مش طبيعيه. حركات افتح لي بدل ما الشبح. يا حركات افتح، حركات انا مش خايف. مين اللي على الباب؟ انا حركات، انا صاحبك ابو علي. انت ابو علي؟ قول كلمه السر. افتح الباب يا حركات يا جبان. كده كلمه السر مظبوط، افتح لك هو. ادخل يا ابو علي. ماشي حركات يا صاحبي. ايه ده؟ لو سمحت يروح ينادي اخوك حركات بسرعه. انا حركات يا مجنون. ايه ده؟ إيه انت حركات وعامل في نفسك كده ليه حركات؟ يعني مش محتاجه تصرف، هي الحكايه الخبر على التلفزيون وكلنا عارفين، الشبح الابيض بيموت كل اطفال المدينه، عشان كده انا عملت في نفسي بنت. يا حركات ده حركات؟ يعني انت تعمل نفسك بنت عشان ما تموتش من الشبح الابيض؟ ايوه طبعا، تعمل نفسك بنت ولا تموت. لا حركات، بس انت جبان على فكره يا صاحبي، انا ما بخافش من الشبح الابيض، انت جبان يا حركات. يا عم اقعد ساكت، انا لابس لبس البنت ده هو ابو علي، عشان لو الشبح الابيض شافني يقول دي بنت ما يموتنيش، عشان هو بيموت الاولاد. يا ابني انا لسه شايف الخبر على التلفزيون، قال بيموت اي حد، بيموت الاولاد وبيموت البنات. الله، انا ما شفتهاش دي، شفت المذيع وهو بيتكلم بس ما خدتش بالي. يعني اللبس بتاعه ده هو ملوش لازمه؟ ايوه طبعا ملوش لازمه. شفت بقى، انت عذبت نفسك ولبست لبس بنات وشعر وبتاع وملوش اي لازمه اللي انت عملته ده. الله يخرب بيت الشبح الابيض على المدينه، انت عارف الستايل اللي انا عملته ده ابو علي مكلفني كام؟ مكلفني 13 جنيه. ربنا يعوض عليك، صرفت 13 جنيه على الفاضي. يلا بروح البس اللبس بتاعك. طيب خليني بقى شغال التلفزيون هنا كده عند حركات. يا ابو علي، ايه ده انت جيت حركات؟ ايوه انا غيرت اللبس بتاع هو. ايوه كده حركات، برافو عليك، ياس غيرت اللبس بتاعك. تعالى بقى نروح نشتري حاجه. انت مجنون؟ عايزني اطلع من البيت عشان اموت؟ يا ابني الشبح الابيض بيموت الاطفال واحنا مش اطفال يا ابني. يا راجل لا يا حبيبي، انا طفل صغنن. يا مامي مامي، عاوز اعمل بيبي. مامي يا ابني اللي انت بتقوله ده، انت مجنون؟ ايوه انا صغنن ولسه بيبي كمان. يا ماما عايز اعمل بيبي يا ماما. يا ابني خد هنا.
امشي من بيتي يا ابو علي، انت عايز تموت وتموتني معاك امشي. ماشي حركات يا جبان، انا ماشي. انت اصلا جبان يا جبان، هتفضل جبان كده طول حياتك. يا ماما عايز اعمل بيبي يا ماما. بيبي الواد الجبان عامل نفسه طفل عشان ما يموتش. ايه ده الجو بره عامل كده ليه؟ مفيش ولا مخلوق في المدينه. معقوله كل الناس قاعده في بيوتها خايفه؟ ايه ده؟ ايوه انا حبيبي كله خايف. خليك انت كده عامل نفسك شجاع لحد ما تموت. اسكت حركات يا جبان، انت جبان. انا جبان؟ يا نهار احوس يا ابو علي، بص وراك بسرعه. ايه ده بص ورايا في ايه ده؟ مفيش حاجه يا جبان. خوفتك عامل لي فيها شجاع. يلا امشي من هنا لحسن ارش ميه. ترش ميه حركات؟ ماشي حركات يا جبان، انا ماشي. يلا امشي من هنا، انا هثبت لك ان انا مش جبان واروح اشتري حاجه من السوبر ماركت. بس كده خليك انت في البيت يا جبان. خلينا نمشي بسرعه، انا خايف مرعوب. المدينه ما فيهاش ولا مخلوق، كل الناس خايفة من الشبح الأبيض، بس أنا مش خايف. يا رب استر، رب استر. يابا أنا ماشي في المدينة ومفيش ولا مخلوق، يا نهار أبيض. خلينا ندخل السوبر ماركت بسرعة عشان أشتري بقى إيه الحاجات اللي أنا عاوزها كلها. أوه، إيه ده؟ مين اللي في السوبر ماركت ده؟ طفل صغنن، أنت مين؟ إيه ده؟ أنت مين؟ أنا جاي أشتري حاجة من السوبر ماركت، أنت طفل صغنن، أنت بتعمل إيه؟ أنت مش خايف تموت؟ أنا عاوز أشتري حاجات وبابا وماما مش عاوزين يطلعوني، بس أنا جاي أشتري شيبسي وحاجات. إيه ده؟ ومش خايف على نفسك تموت إزاي؟ أنت ما تعرفش أي حاجة عن الشبح الأبيض. أنا عارف الشبح الأبيض، بس أنا عاوز الشيبسي بتاعي وكمان الشوكولاتة، أنا لازم أشتري كل حاجة نفسي فيها. بس انت المفروض تخاف على نفسك، انت ممكن تموت. انا اعمل ايه طيب؟ لازم اجيب الشيبسي. طيب انت اشتريت الحاجة بتاعتك ولا لسه؟ اشتريتها كلها. اصلا مفيش اي حد في السوبر ماركت، يعني انت مش هتدفع فلوس كمان؟ ايوة ما انا عارف كل الناس خايفة من الشبح الابيض. يا نهار زبادي. طب يلا امشي بقى، امشي بقى عشان انا كمان اخش اشتري حاجات ببلاش. طب يلا انا همشي وباي. ايه ده؟ انت مين؟ انت الشبح الابيض. الولد الصغير واقف كده ليه؟ يا نار زبالي ياما، الشبح الابيض هنا ولا ايه؟ ايه ده شكله الشبح الابيض. انا لازم استخبى بسرعه. ايه ده هيموت وهيموتني، خلينا استخبى. ما تعمليش حاجه ارجوك ارجوك، بتموتني. انا هقتلك دلوقتي، لازم كل الاطفال تموت. انت ليه عاوز تموتني؟ عشان كل الاطفال لازم تموت، وانت هتموت انت كمان. انا مش عارف اعمل ايه، انا مش عارف اعمل ايه، انا خايف ومرعوب. يا ريتني كنت سمعت كلام حركات. اطلع اجري. طيب ياما الشبح هناك، وخليني استخبى بسرعه، مش عايزه يعرف مكاني. لو عرف مكاني هيموتني، وحركات هيشوف الخبر على التلفزيون ويقعد يضحك عليا. لا مش عايز اموت. انت بتضربني بايه؟ انت هتنام دلوقتي وبعد كده هموتك. انا ما بقتش شايف حاجة. اعمل ايه طيب؟ انا عايز اطلع اجري ومش عارف اعمل ايه طيب. ايه ده يامبا؟ الشبح الابيض ضرب الولد، الشبح الابيض ضربه. اعمل ايه طيب؟ اعمل ايه؟ انا لازم استخبى، خليني استخبى بسرعه لحسن اموت، اموت وحركات يضحك عليا في التلفزيون. لا 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 انا خايف، انا مرعوب. طب قولوا لي على اللوايه، لو انتوا مكاني كنتوا هتعملوا ايه؟ تنقذوا الولد الصغير، ممكن اموت كمان، ولا اطلع اجري واستخبى، ولا اعمل ايه؟ اكتبوا بسرعه، كله يوقف الفيديو دلوقتي، انزل اكتب في الكومنتات لو انت مكاني هتعمل ايه؟ تطلع تنقذ الولد ولا تكون مستخبي؟ بس بامانه، كله يكتب بامانه، انا ابو علي استخبى بصراحه، ولو انتوا هنقذ الولد اكتبوا انا يا ابو علي انا شجاع بصراحه وهنقذ الولد. كله انزل اكتب في الكومنتات. وانا مش عارف اعمل ايه بصراحه، انا عاوز انقذ الولد لان الاغلبيه منكم عاوزين ينقذوه، نفسي انقذ. ايه ده شالوا الشبح الابيض، خطفوا. انا اقضى عليك، واي طفل في المدينه لازم يموت كمان، لازم كل الاطفال تموت. ايه ده ماشي، ده مشي على اللوية، خلاص هو مشي، ما ينفعش انقذه بقى، خلاص انا لازم اروح، لازم. يا ابو علي يا جبان انا اعمل ايه طيب؟ لا انا هعرف مكان الولد ده، انا لازم انقذه، لازم انقذه، بس انا خايف على نفسي، انا هموت بسببكم يا علوية، انا عارف ان انتوا كلكم كتبتوا انقذ الولد، انا لازم اعرف مكانه وانقذه. انا ايه اللي خلاني اسمع كلامكم يا علوية؟ ياما الشبح هناك اهو. طب اعمل ايه؟ اجري ولا انقذه؟ اجري انقذه، اجري انقذه، اجري انقذه، مين اللي قال لي بس انقذه؟ انا لازم اطلع اجري انقذه. طبعا كل العلاوية دلوقتي بيقولوا يا ابو علي اجري، وناس كتير بتقول يا ابو علي انقذوا، يا ابو علي اجري، يا ابو علي انقذ. انا اعمل ايه؟ انا خايف على حياتي، اروح اموت يعني؟ هو خطفه فين؟
ايه ده؟ ده ايه المكان السري ده؟ يما انا مرعوب، انا مرعوب. انقذه اصلا ازاي؟ راح اضربه بصباعي، يعني انا مش عارف انقذه ازاي علوية. انتوا بتقولوا كلام غريب. ايه ده؟ ايه المكان السري ده؟ لا انا اطلع اجري ورب النعمة اجري. انتوا عايزين نموت؟ عايزين نموت؟ استحالة، نو واي. خلينا اطلع اجري بسرعة. انقذه، قال انقذه واموت انا؟ انا اموت؟ ايه ده؟ مين اللي هناك ده؟ ايه الراجل ده؟ إيه عمو، عمو. ايه ده؟ إيه انت مين يا ابني؟ إيه انا واحد من سكان المدينه. ايه ده؟ وايه الحصان اللي انت راكبه ده؟ ده وبعدين انت شكلك قديم وغريب كده ليه؟ انت مين يا عمو؟ انا اول مره اشوفك. انا مش من المدينه هنا، بس المفروض ان كان الشبح الابيض يكون هنا، وكمان خطف طفل. ايه ده؟ هو انت عارف الشبح الابيض ده خطف طفل فعلا؟ يخرب بيت الشبح الابيض، هو كل حاجه الشبح الابيض. ايه ده؟ انت يا ابني تعرف اي حاجه عن الشبح الابيض؟ شفته؟ إيه بص يا عمو، بصراحه انا شفت وانت اصلا ممكن تكون الشبح الابيض. انت بتقول ايه؟ انا مش الشبح الابيض. انا عندي سؤال بس، هو انت مين يا عمو؟ انا جاي انقذك وانقذ الطفل اللي اتخطف. قول لي الشبح الابيض فين مكانه عشان انقذه. يا عمو تنقذه ازاي؟ بس انت عجوز اساسا، انت هتنقذه بالحصان بتاعك؟ يعني انا اطلع اجري؟ انا بس ايه اللي خلاني اسكن المدينه؟ انا المفروض كنت اسمع كلام حركات. انا خلاص مش قادر اخد نفسي، جاي جري الشبح الابيض يخرب بيته. يا ريتني كنت سمعت يا حركات. حركات يا صاحبي، افتح الباب. الله، انت مين؟ انا ابو علي حركات. ابو علي؟ طب افتح لك اهون. افتح لي حركات، افتح بسرعه، افتح يا صاحبي. ادخل ابو علي. يا حركات، ده انت ايه اللي انت عامله في نفسك ده؟ امال عايز اعمل ايه؟ عايز اموت من الشبح الابيض؟ لبست فستان ابيض اهو عشان ما يموتنيش. يا حركات انت جبان، انا شفت الشبح الابيض وخطف طفل كمان. يا نهار كله مشاكل، شفت الشبح الابيض وخطف طفل وجاي على بيتي؟ امشي واد اطلع بره. ايه ده حركات انت بتطردني؟ استنى بقى. يا مصيبتك يا حركات، يا ليلتك البيضة يا حركات. ابو علي جاي وكان ماشي ورا الشبح الابيض. الله يخرب بيتك ابو علي ويخرب بيت اليوم اللي انا سكنته قدامك فيه. يا مصيبتك يا حركات. في حركات اقول لك بس حركات. يا نهار ابيض، مين ده هو؟ مين الموزة اللي دخل علينا ده؟ ايه ده موزة؟ ايه ده العجوز؟ يا ابني قول لي، لازم تقول لي على مكان الشبح الابيض عشان ننقذ الطفل ونقضي عليه. مين شجرة الموز اللي دخلت علينا دي يا ابو علي؟ انا ما اعرفش حركات مين ده. انت مين يا عجوز؟ انا العجوز الاصفر اللي المفروض يقضي على الشبح الابيض. ساعدوني عشان ننقذ الولد. لو بتحبوا مدينتكم بجد لازم تساعدوني عشان نموت الشبح الابيض وننقذ كل الناس. طب بص يا عمو، انا عرفت مكان الشبح الابيض بس انا مش هساعدك، لازم كل العلوية يكسبوا لي. يا ابو علي قول للراجل على المكان، او يا ابو علي كبر دماغك. والناس اللي هتقول لي يا ابو علي قول للراجل على المكان، انا مش عارف اقول لكم. انتوا عايزين نموت؟ عايزين نموت يعني؟ كله يكتب في الكومنتات ان انا ما اقولوش على المكان. يا مصيبتك يا حركات. ابو علي مين شجرة الموز ده؟ هي انا مش فاهم حاجة. اوعوا اي حد فيكم يتريق عليا، لكن انا قوي وماردكمش اي حاجه من قوتي. انا وحصاني من زمن الزمانات، انتوا ما تعرفوش عننا اي حاجه، ولازم تعرفوا كويس. اللي هيتريق عليا هيتعاقب. الله يخرب بيتك يا ابو علي، رحت عملت لي مصايب وجايب لي راجل شبه الموزه على بيتي. اسكت حركات بدل ما اقول له خليه ياكلك. وبعدين ايه القرنين اللي انت حاططهم في دماغك دول؟